السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في لايف اوف مام. اليوم ان شاء الله قررت باش نشارك معكم الصالون الجديد، تفريشه جديده. كما تذكروا الوقت اللي كنا فتحنا الفاليزات، الهدايا اللي جاوني من المغرب، المفاجاه اللي كانت هي طليمطات. واليوم ان شاء الله قررنا باش اننا نفرشوا الصالون. عملنا واحد المسحه خفيفه خفيفه، بدينا كنحيدوا في الغشاوات ديال المخاد والغشاوات ديال الطلامات وديال الحيف، حتى هما كلشي غادي تحيد باش كلشي يتصبن ان شاء الله، وباش نقادوا الفراش جديد. اول حاجه بغيت نشكر المتتبعين ديالي للقدام ولا الجداد اللي جاوا من بعد، كنشكركم بزاف، كنشكركم على التشجيعات ديالكم وعلى التعاليق ديالكم الزوينه. كنتمنى يا ربي فيديوهات يعجبوكم، وان شاء الله هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم غير تفريشه، يعني الصالون من اللي غيرته. اما ان شاء الله الفيديو الثاني غادي نشارك معكم التفاصيل ديال الصالون، يعني التفاصيل ديال التوب منين شراته ماما، ومنين يعني كل شيء، يعني الاثمنه وحتى الديكور اللي كاين في الصالون وكل شيء ان شاء الله غادي نشاركه معكم. في اخر فيديو هذا غادي يكون واحد الجوله المحل تاع الخياط اللي كنشكره بزاف صراحه، اللي هو الخياط، اسم المحل ديالو الخياط الياسمين، كاين في مدينه برشيد المدينه ديالي اللي كنفتخر بها، وكنشكره بزاف. غادي نخلي لكم واحد الجوله، ونخلي لكم حتى لادريس ديالو، يعني العنوان الكارت فيزيت ديالو، غادي تقدروا تاخذوا تواصلوا معاه. حتى الناس اللي قرابين اللي كيسكنوا برشيد ولا في النواحي ديال برشيد وباغيين يبدلوا الصالون ديالهم، كيخيط ثمن زوين، وعنده حتى الفراشات عنده، يعني طلامط، وكيخيط حتى الرومي والبلدي، يعني حتى الفراشات الروميه حتى هي كيديرها، او يعني خياط بمعنى كلمه، كيعمل حتى الريدوات، كل شيء عنده زعما الصراحه. وتقدري تجيبي الثوب من عندك وهو يخيط لك، يعني بحال الشكل اللي درت انايا. كنقول له شكرا شكرا بزاف من هذا الفيديو هذا، الحمد لله كل شيء طلع لي هو هذاك، العبار، القياس، كل شيء ما شاء الله، يعني فرحانه بزاف لهذا. غادي نخليكم تفرجوا في الفيديو حتى الاخير، وما تنساوش اللايك والتشجيعات ديالكم دائما دائما، وشي تعاليق اللي هما زوينين، واللي عندها شي سؤال تخلي لي التعليق ديالها نجاوبها، ما كاين حتى شي مشكل. وشكرا لكم بزاف.